متواجدين في كارتاجلاند ياسمين الحمامات اليوم في ادفنتشر دايز في كارتاجلاند من 17 ل 31 مارس باش نكتشفوا اليوم اتراكسيون جديده اللي هي اتراكسيون باربروس. الاتراكسيون هذه اسامه كان نعرفوا بها الساده المستمعين اللي ما يعرفوهاش سي ان فواياج اترافير لو طون باش يكون فيها لو طون دي بيغات من باش تعرفوا فيها على حكايه الاخوه باربروس اللي هما اسامه كما تعرف اعظم قراصنه في عرفهم التاريخ. الاجواء ولكن فما عطله ولكن الاولياء يستغلوا العطله هذه مع الصغيرات نتاعهم يعيشوا مغامره واكسبيريونس مزيانه برشا تعمل 66 كيف دونك افونتور جديده حتى البرشا اولياء وصغيرات. اكيد اسامه باش نشوقوا احنا صغيرات باش ما نحكيوش كل شيء ننصحهم باش يجيو يكتشفوا وحدهم الاكسبيريونس هذه بالحق مغامره حلوه برشا لان فما برشا ناس جاوا من تونس الكل جاوا باش يكتشفوا الاتراكسيون هذه الجديده نتاع كارتاجلاند الحمامات دونك اسامه ننصح الناس الكل اللي مازال ما جايش يجي واكيد ماهوش باش ينتظر. للبربروس هي معارك بحرية في القرن السادس عشر رولانسمون وهي ألعاب بربروس هي رولانسمون لأن المدينة المتوسطية في الحنبات ومركب الألعاب كارتاجلاند في ضمن مؤسسة وطنية هي قولين القابضة حرصت على الاستثمار الثقافي مركب الألعاب كارتاجلاند هو مركب ترفيهي كل ألعابه تحيلنا إلى عظمة الحضارة القرطاجية. إذا أيضا المدينة المتوسطية ياسمين الحمامات كل معالمها مستوحاة من روايا العمارة التونسية تونس درة المتوسط تونس حضارة 3000 سنة. بالنسبة لبربروس هي عودة في التاريخ هي لعبة على مجرى مائي تذكرنا بروعة الأحداث في القرن السادس عشر الصراع الإسباني العثماني في القرن السادس عشر ومغامرات الإخوة بربروس. مرحبا بالصغار والكبار لنعود إلى عبق التاريخ إلى تونس درة المتوسط محل صراع أيقونة البلدان تونس درة البلدان مركز الحضور في القرن السادس عشر كان الإخوة بربروس ومغامراتهم البحرية ملأ الدنيا وشغل الناس وبقي تونس شاهدة على عراقة الزمان والمكان. مرحبا بكم في المدينة المتوسطية من الحمامات
في مركب الألعاب كارتاج لاند حول لعبة بربروس لنكتشف التاريخ لنعود في عبق التاريخ. توا جرب الاتراكسيون هذه وحسب ما حكيت لي قالت لي عجبتني برشا وهبش نزيدوا نسمعوا منها. صباح الخير مجدولين. صباح الخير. جربت انت الاتراكسيون بربروس؟ نعم جربتها. هي شنو ما هما الاخوة بربروس؟ الاخوة بربروس هما قراز سمة البحر الابيض المتوسط. إيه تنصح اصحابك باش يجيو يجربوا؟ ايه نصحهم اصحابي يجيو يجربوا على خاطر فما برشا جو في حمامات وكارتاجان ونتعلم برشا حاجات في بربروس. ميرسي بوكو سامر. تبارك الله عليها تبارك الله عليها مجدولين. هاي معنا زيد اسامه مورد جيت سبيسيالمون من تونس باش تجرب الاتراكسيون هذيا وباش تحكي لنا اسامه على تجربتها وشنو اهم حاجات عجبتها في الاتراكسيون هذيا. باخير مورد باش النور. جينا اليوم بالذمة لكارتاج لاند حمامات هاك تشوف الطقس به مويتي واول نهار في الصلاعة فريمون سي اون تري بون سوربريز. ما كنتش نتصور معناتها في تونس عندنا اون اتراكسيون دو سو جونغ حلوه برشا و سورتو لوديك معناتها الصغيرات هكا اون جوا كيما نقولوا لي تيلا لاغريابل منهم يتعلموا برشا حاجات وكوتي مهم من تاريخ البلاد و سامبيتيك على الاخر معناتها تحفونا فيها شويه هكا يوريو لي سين معناتها سون تري تري بيان سيناريزي في الاتراكسيون الداخل معناتها اون ايتي امبرسيوني انا في عمري وكنت نخش عليها فرخه صغيره معناتها تالمون سيتي جيتي امبرسيوني باللي صاير والكل honnêtement je suis très agréablement surprise اللي في تونس معناتها عندنا سو جونغ داتراكسيون نقول لك بلاد معناتها ناقصه الف حاجه هذا لا بالرسمي عندنا حاجه تري انتريسونت في تونس للصغيرات معناتها ينجموا يجيو ينجموا يكتشفوا كما قلت لك معناتها منهم يتعلموا ومنهم معناتها يلساموز في البارك وثما معناتها توت ان سيركوي اون فيت ابار بربرو ثما برشا حاجات ثما الفالي دي ميلي نوي ثما لي ميزي دي سيفيليزاسيون نتاع الدي ان اي ثما برشا حاجات اللي نجموا معناتها تجيبوا صغيرات ويثقفوهم ويعملوا بهم جو. مرحبا بكم دائما ابدا في الحدث رولانسمون اعاده بربروس في حلته الجديده لنعود الى اجواء القرن السادس عشر وبالطبيعه كل مدينه عندها اميرها وسلطانها والمدينه المتوسطيه سبيل الحامات مميزه بسلطانها صاحب العصر والاوان السلطان. باش حكينا على بربروس لعبه ممتعه من جو السلطان سليمان القانوني الى السلطان المدينه من سلطان المدينه الى اجواء الاخوه بربروس. مرحبا بكم زارتنا البركة زورونا في بربروس زوروا بربروس ما شاء الله وتشوفوا برشا أجواء في بربروس. مرحبا بكم في المدينة المتوسطية كارتاج لاند جو ما نحكي لكش إن شاء الله تزوروا السلطان ورزكم البربروس وتجيوا البربروس وتشوفوا شيخات. دخلت البربروس عجبتني برشا خاصة كيفاش بربروس يحارب الداخل في العثمانيين وخاصة أني هو كيفاش كان يدرب كيفاش وكيفاش عملوا احتفال في جربة بلاصة مزيانة بربروس أحسن بلاصة في كارتاج لاند. عجبتني برشا بربروس وماذا بينا كانت سايبوا لي تابلات وسايبوا شارع ويجاو ومجوا ماما وبابا ويجاو لنا. concernant l'événement Barbaros نتاع اليوم عملنا انتاج 100% تونسي يوغا دي جي دانجر بحضنا اليوم يوغا لو ماجيسيان مامادو لو بيرات يوغا باند ستورم باند اللي باش جينا اليوم من سوسه اي بيان اونتوندو باش يكونوا موجودين لي غالي بالو اللي هما لي انيماتور دو كارتاج لاند اي دو المدينه فما سبيكتاكل اللي باش يلخص القصه نتاع الاخوان بربروس لو سبيكتاكل هذاك يقعد اربع دراج حضرونا لو غران كاريغراف اديب غالي الموجود معنا توا اي با لو سبيكتاكل دو بربروس دور نتاعو سا دور 20 مينوت ديفيزي بار 4 لا باتاي دو اسبانيول بعد تجي الباتاي نتاع حفصين اي دخول بربروس ومن بعد نعملو ديو اونتر بربروس اي لو بيرسوناج برينسيبال اللي هو شيف اسبانيول après fama relaxation ta barbarous retraite nteo li on baad mane al bataille li khdama
Et c'est ça le spectacle, man. Inch'Allah, je vous encourage beaucoup. Bien sûr, je suis Barbarous. ما عنديش بارب روج معناها لحية حمرا شعر أحمر بي شوفا فواق معناها حاجة مزيانة على الأخر أسامة لهنا الأمبيونس طايرة على الأخر برشا جو لي فيزيتور جاو من تونس الكل معنا أسامة توا لي فيزيتور جاو من برا من معناها من بلايص خارج نابل الاسم تيفان منين جيت اليوم كنت تحكينا على تجربة اليوم على تخاكسون باربروس والله ما احلاها على الاخر كي عجبني الجو عجبتني الامبيونس ما احلاها التيم حاطين لي كوستيم طيب هذاك انا راهو عبر تجربتي اليوم عندي برشا زي هناك اليوم في دال فهمتني مجرب كل شيء برشا جو ديما برشا فرحان كل زي هنا فرحانه جوها باهي تتصور انا نقول للناس اللي يحبوا يجيوا معنا واللي يحبوا يكتشفوا اللي اللي فما لهنا معنا في اسمه في كارتاجلاند برشا فازات ماهيين وبالاخص برباروس هذا خاطر ديما ندخلوا فيه برشا حاجات مزيانين وردوا بالكم برشا فجعات زادا والله العظيم تموتوا بالرعب انا نعرف والله برشا جو تبارك الله تشوف العباد محلاهم بحدنا يجيو اليوم نهار احد حاسين كلنا باش نعملوا جو ان شاء الله نعملوا برشا امبيونس